بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تفسير سورة الشرح من كتاب الجواهر واللآلئ المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة لعبد الله بن عبد القادر السريد رحمة الله عليه. صبغة وصيغة ومميزات هذا التفسير أنه يفسر القرآن الكريم بالأحاديث النبوية الصحيحة مصداقا لقول الله تعالى من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله ومعه. سورة الشرح يقول تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة الكريمة فيها 8 ديال الآيات تتكلمنا على الشخصية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والامتنان ديال الله سبحانه وتعالى عليه بداك الشيء اللي عطاه من نعم وفضائل وخصائص. من الخصائص ديال هذه السورة الكريمة تيتجلى ذلك في الآتي: أولا الله عز وجل اشرح الصدر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والايمان والنور ديال القران والعلوم والمعارف الالهيه، وجعلوا هذا الصدر ديالو رحيب واسع، الم نشرح لك صدرك. ثانيا حط سيد ربي سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم الحمل الثقيل اللي هي الامور اللي فعلها عن اجتهاد مثلا او فعلها ايام قبل الوحي قبل الاسلام، وليست الذنوب. علاش؟ لان الانبياء معصومون من الذنوب قبل التنبؤ وبعده، اي قبل نزول الوحي وبعده على القول الصحيح، كما قال سيد ربي سبحانه وتعالى: قلنا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ثم الخاصية الثالثة في هذه الصورة الكريمة أن الله رفع الذكر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المقام دياله في الدنيا وفي الآخرة وفي الأذان وفي الصلاة وفي الخطاب. رابعا التبشير ديال الرسول صلى الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بالفراج والخروج من الشدة اللي كان فيها، وأنه راه مع ذلك العسر راه كاين يسرى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خامسا الله رشد الرسول صلى الله عليه وسلم للاجتهاد في العبادة ويتعب النفس ديالو في طلب الآخرة بعد ما يكمل من الدعوة ديال الخلق، ويجعل الهمة ديالو والرغبة ديالو فيما عند الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نجيو للأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه الصورة هذه. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، تروي لنا البخاري ومسلم مطولا في قصة الإسراء عن أنس بن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه، وحنا غادي نشدوا الطرف من هذا الحديث المطول، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا تيقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري من قبل هذيك الملائكة إلى كذا وكذا. معناها حتى بقتي نعت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قتادة: قلت لأنس ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. قال: فاستخرج قلبي فغسله هذاك الملاك بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وقع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، معنى الشق ديال الصدر، مرارا ماشي مره واحده، واوله كان هو رضيع في بني سعد حيث كانت تترضع حليمه السعديه، وظاهر قوله: وشرح صدري الى كذا وكذا، انه كان محسوسا هذا الحلان هذا اللي حل الملاك ماشي شي حاجه خياليه، كان محسوسا، وما لا ينبغي الخلاف فيه لما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أثر ذلك كان ببطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. وردت هذه الأحاديث عند هذه الآية تابعا لأبي عيسى الترمذي في سننه رحمة الله عليه. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، تروينا ابن جرير الطبري
وسيروينا ابن أبي حاتم وأبو يعلى وابن حبان بالإحسان وبالموارد، وسنده حسن لولا رواية دراج عن أبي الهيثم فإن فيها ضعفا عندهم، علما بأن الترمذي يحسن له كثيرا وعزاه في المجمع وقال إسناده حسن والحديث معناه صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول لك تدري كيف رفعت ذكرك؟ كيف رفعت؟ قال الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الملك جبريل عليه السلام الله أعلم، قال إذا ذكرت ذكرت معي. معنى الشهادتين ما يدوش الواحد يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما مسلمش. أش نقص يدير؟ وأشهد أن محمد رسول الله. لا أدل ما دايش نقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحدها. التشهد كل شيء فين ما تذكر الله عز وجل إلا وذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رفع لذكره. إنه صحيح مرفوع الذكر في الدنيا والآخرة بأبي هو وأمي. فلا يؤذن مؤذن ولا يصلي مصلي ولا يذكر ذاكر إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وذكره مقرون بالله في عدة صور من القرآن الكريم. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سروين عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم والحاكم، وهو حديث مرسل صحيح ونحوه عن قتادة أيضا مرفوع، رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا. وعن ابن مسعود ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بالآية لن يغلب عسر يسرين، رواه عبد بن حميد من طريق قتادة به، ذكره الحافظ في الفتح وقال سنده جيد. هذا الحديث هذا عن الحسن البصري رحمة الله عليه، قال في قوله تعالى إن مع العسر يسرا، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أقول لك شي واحد إيوا هالعسر يسرى، العسر يسرى، هاوما جوج جوج، فين هو عسر يسريني؟ هنا اللغة العربية تيقول لك الناكرة إذا أعيدت، الناكرة إذا أعيدت معرفة فهي غيرها. فهنا عندنا بالنسبة الناكرة، الناكرة إذا أعيدت معرفة، المعرفة إذا أعيدت معرفة هي وحدها اللغة العربية المعرفة. شكون هي المعرفة هنا؟ العسر. أعيدت معرفة هي وحدة، شحال من عسر هنا؟ واحد. والنكرة إذا أعيدت نكرة فهي غيرها، هذا هي اللغة العربية، معنى يسر آخر. فعند قصد ربي فإن مع العسر يسرا، ها واحد العسر وها يسر، إن مع العسر يسرا، شكون هذاك العسر؟ هو الأولاني، واليسر واحد آخر. داكشي علاش قال القائل إذا ضاقت عليك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. وعن أنس، هذا الحديث هذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وفي سنده عائد بن شريح وهو ضعيف هكذا في المجمع، وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وذكره البخاري في ترجمة في التفسير فقال ولن يغلب عسر يسرين، وبالجملة فالحديث ثابت بما أردنا. هذا الحديث هو عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحياله جحر، فقال لو جاء العسر، العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، بمعنى معاه في المكش عسر جاي العسر اليسر معاه. ففي الآية وهذا الأحاديث هذا بشارة لهذوك اللي عندهم الكربات، وأنه لا بد من حصول الفرج بعد الشدة. ومعنى قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، أن العرب جرت عادتهم في كلامهم أن المعرفة إذا تكررت كانت الثانية هي الأولانية، هذا هو اللغة العربية نعرفوها لأن بعدنا عن اللغة العربية. المعرفة إذا تعودت
تتعتبر هذه التعويذة راه هي الأولانية، لهذا المعرفة إذا تكررت كانت الثانية هي الأولى. فالعسر الثاني في الآية هو الأول، فهو عسر واحد، والنكرة إذا تكررت كانت الثانية غير الأولى، وعليه فاليسر الثاني غير الأول، فيكون يسران في مقابلة عسر واحد. وهذا من دقيق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم استنباطه. اكتبوا الناس في الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر تآليف في ذلك، وقد تمت سورة الانشراح، شرح الله صدورنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الآبدين، والسلام عليكم ورحمة الله.